السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يومين ثلاثة ريدس، طبعا ريدس لما نقول ريدس هي كمان ريدس لاب، لأنه ريدس لاب تغير اسمها لريدس بشكل رسمي. أعلنوا عن مكتبة جديدة بدعم منهم مباشرة اسمها ريدس أو إم، أو مثل ما بيقولوا عنها أوم، اللي هي ريدس أوبجكت مابينج. طبعا الفيرجن الآن هو بريفيو، الإصدار أول إصدار 0.1 أعتقد. طبعا هاي اللايبراري هي من تستخدم بدوت نت، بنود جي اس، بايثون وجافا. الهدف منها تسهل علينا استخدام خلينا نقول لغة البرمجة اللي أنا بشتغل فيها عشان أشتغل مع ريدس. يعني مثلا عشان نكتب كي في ريدس، عشان مثلا انا عندي كلاس والكلاس فيه اكثر من بروبرتي وبدي اكتبه جيسون او هاش، بيسهل علي كثير. طبعا الحركه هي جدا جميله من ريدس، لانه وجود مكتبه تساعد رسميه مدعومه من قبل ريدس نفسها تساعد المبرمجين بانه يستخدموا التول نفسها يلي هي ريدس. ليش؟ لأنه ريدس نفسها ما هي خلينا نقول عبارة عن API وبتسوي لها كول وبتشتغل. ما في ريست أو WCF سيرفيس مع ريدس. ريدس الكوميونيكيشن أو البروتوكول تبعها هو لو ليفل، على ليفل TCP، لازم بايت وتفاصيل يعني كتير هيك. خلينا نقول ما هي سهلة إنه نحن كديفلوبرز نروح نسوي لايبراري ونكتب هذا. تقدر، ولكن بدها إفورت كبير. الإفرت الأول كان مبذول من قبل يمكن ستاك أوفر فلو تيم، مسوين لايبراري كتير جميلة وفيها كتير فيتشرز. الآن وجود مثل ما قلنا لايبراري رسمية من قبل ريدس، أنا بشوفه هو أفضل، هو دعم للتول نفسها مثل ما قلنا، هو دوت نت، نود جي اس، بايثون، جافا. طيب الفيرجن الأول على إيش بيحتوي؟ إيش بيدعم؟ بيدعم أول شيء Declarative Object Mapping لRedis Objects. يعني مثلاً أنت عندك كلاس اسمه Subject، هذا راح نشوفه الآن في المثال في الديمو تبعنا. هذا الكلاس فيه ID وفيه Name وفيه مثلاً Level. تحسن بتقول له أو من خلال اللايبراري هاي اللي هي عبارة عن Nuget Package، بنقدر نيجي نقول أنه هذا الكلاس هو Document، يعني يا Redis افهم أنه هذا Document. وبنحسن نجي نقول على فيلد معين، هذا الفيلد اللي يمثل الاي دي تبع الدوكيمنت، وبنجي بنقول مثلا فيلد معين هو عباره عن خلينا نقول سيرشبل، وبالتالي اذا كان سيرشبل، اذا كان عندنا ريدس سيرش موديول انستولد على ريدس، نقدر نبحث من خلال هذا الفيلد. في كتير تفاصيل راح نشوفها لاحقاً. Declarative Secondary Index Generation يلي هو عملياً بيدعم إنه نحن نسوي generate لIndex Redis Search Index من خلال عبارة عن مثل ما قلنا attributes بتكون على الأوبجكت نفسه. عندنا Fluent APIs لـ Querying Redis. يعني انا اذا عندي اندكس في Elastic في ريدس، اذا عندي اندكس في ريدس، انا بامكاني استخدم فلوينت اي بي ايز اللي موجوده في المكتبه هي، بحيث اقدر اسوي سيرش من خلال مثلا النيم، الاي دي، اكس واي زي، الايج، البيرث ديت على ريدس مباشره. وهذا صراحه جدا جدا مهم وجدا سهل، علما انه اوريدي في لايبراري اسمها ريدس سيرش سبورتد من ستاك اوفر فلو تيم. كان في واحد من ستاك اوفر فلو تيم هو اللي شغال عليه. في عندنا فلوينت اي بي ايز لريدس اجريجيشن اللي هو كمان اون توب اوف ريدس سيرش. طيب خلينا نشوف الان مثل هذا المثال اللي نحن عم نقول عنه ديكلاريتيف ومابينج وهذا. يعني مثلا مثل عندنا سبجكت موديل، هذا الكلاس لما بنقول له فوقه انه هذا دوكيمنت، اذا بده يسوي كرييت لاندكس من هذا الدوكيمنت، هيك راح يكون اسمه في ريدس، راح يكون اسمه سبجكتس داش اي دي اكس. نحن قلنا له الاي دي هاد اندكس، طبعا يا تستخدم اندكس يا سيرشبل، هون غلط، ما لازم نستخدم الاثنين اندكس وسيرشبل.
سيرشبل فقط للسترينج فاليو الاندكس لاي فاليو. ريدس اي دي فيلد عم نقول انه هذا الاي دي هو الاي دي تبع هذا الاوبجكت. طبعا هون مثلا قلنا له هذا سيرشبل وسورتبل لما يكون ايش في الاندكس. طب خلينا نشوف المثال تبعنا شلون شغال. هي عندنا الكلاس اسمه سبجكت موديل شفناه نحن في البرزنتيشن. خلينا نمحي هذا لانه هذا ما هو صح، ما بصير نحط اندكس تو سيرش في نفس الوقت، ما كتير صح. عرفنا كلاس اسمه سبجكت موديل وحطينا فيه التفاصيل اللي نحن بدنا اياها. الان نحن راح نستخدم ريدس انسايت الفيرجن جديد عشان نشوف ايش الامباكت تبع انه نحن انكريت اندكس. لاحظوا هون هاي سوينا كونكشن على ريدس. طبعا نحن منزلينا ريدس نازله على دوكر. بهاي الكوماند هاد عم يسوي اندكس بناء على السبجكت موديل كلاس او الاوبجكت في ريدس. الديمو الثاني اد سبجكت تو اندكس، يعني نحن بدنا نسوي كرييت عمليا ل اوبجكت او دوكيمنت في ريدس. الاي دي تبعه هو هذا الجيو اي دي والنيم هو سبجكت 1 ونقول له ضيفه كاوبجكت سيت. لاحظوا ما عم نقول له هو كي ولا سترينج ولا هاش ولا اي شيء، عم نقول له حط لنا هذا الاوبجكت وين في ريدس. تمام، خلينا نشوف اول شيء اول رن ايش بيصير. طيب شوف الامباكت تبعه. طبعا هم ما انشانا كي، لذلك ما راح يظهر بالكي. نحن انشانا عمليا نحن انشانا اندكس. خلينا نشوف الاندكسز الموجوده عندنا. صار عندنا هذا سبجكتس اندكس. تمام، هذا هو الاندكس تبعنا. طب خلونا نجيب الانفو تبعه، خلونا نجيب شوي تفاصيل عن هذا الاندكس. ايش فيه هذا الاندكس؟ لاحظوا فيه اي دي ونيم، هدول الفيلدز اللي موجودين فيه. طبعا هو بيعتمد على الهاش. نحن قلنا الريدس سيرش اندكس بيعتمد على الهاش او جيسون. ريدس جيسون باي ديفولت هو بيعتمد على الهاش الا اذا حددت عكس ذلك. طبعا الاتريبيوت هذا الايدنتيفاير، هذا الاتريبيوت. التايب هو تاج، طبعا تاج لانه اي دي. التكست سيبريتور طبعا ما في. سورتبل ما في داعي نحن نسوي سورت على الاي دي، وخاصه اذا كان جيو اي دي او وفي عندنا ايش النيم. تمام، لتنتبهوا على شغله اسمها ريدس سب دوت او ام دوت سبجكت موديل نقطتين. انتبهوا هذا له معنى في ريدس سيرش. اي هاش، اي هاش دوكيمنت البريفكس تبعه او اسمه يبدا بريدس سب دوت او ام دوت سبجكت موديل نقطتين، هذا بيدخل في الاندكس. هذا بيدخل في الاندكس. طبعا واحد ممكن يسال نفسه كيف ممكن نغيره؟ ممكن نغيره بانه نجي على السبجكت موديل وفي اوبشنز هون اتوقع اسمه بريفكسز. ايوه بريفكسز، نعطيه سترينج اوف اري بحيث تحدد له ايش البريفكسز اللي في الهاشز اللي ممكن نستخدمها في هذا الاندكس، او بده يسوي جنريت لديفولت اوبشن عشان يعرف يشتغل. طيب الان الاوبشن الثاني او خلينا نقول الميثود الثانيه اللي هي اد سبجكت اندكس. نضيف، طبعا نحن عمليا ما بنضيف فاليو للاندكس، نحن عمليا بنضيف هاش. وريدس انترنالي مجرد شافت هاش يبدا بهذا النيم مباشره بتاخذه وبتسوي له اندكسنج في الاندكس اللي اسمه سبجكتس داش اي دي اكس. رن دن. خلينا نروح هون بنقول له ريفريش. لاحظوا ضاف كي جديد من نوع هاش فيه اي دي وفيه نيم. تمام، طبعا هذا اديتبل بكل سهوله قدرنا هذا. لاحظوا هون باعتباره هاش ممكن نضيف فيلد جديد، بس نحن ما لنا بحاجه لهذا الكلام. طيب الاندكس او السيرش الاندكس ايش صار عليه؟ خلينا نشوف هل نحسن نحن نسوي سيرش في الاندكس تبعنا. هذا هو الاندكس تبعنا. هل فعلا ضاف عليه فيلد؟ خلينا نشوف.
لو قلنا له run ما في result. طبعا ما في result لأنه ما في شيء اسمه الكلمة اللي كتبناها ما في هيك شيء. فيردانا ما في هيك فيردانا. Subject نشوف دي جيب. لاحظوا جاب document واحد هذا هو وهذا الـ ID تبعه وهذا إيش subject. هذا باختصار حول أول فيديو أو أول جلسة حول Object Redis Object Mapping الإصدار الجديد، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.